أعزائي مشاهدي قناة الموسوعة العائلية في كل مكان، أهلا بكم في أرض الحضارة، أرض التاريخ، أرض مصر، أم الدنيا. النهاردة شارككم فيديو جديد عن تغيير فردة الكاوتش. فردة الكاوتش ديت جابت آخرها خلاص، لو كان فيها مادة والمادة طلعت خلاص كده استوت على الآخر أهي. أنا جبت فردة جديدة، الفردة الجديدة ديت كندي. الكندي ده أنضف نوع متواجد هنا في الصين، منها ب425، الراجل كان بيقول 500 وطلع في العالي كده، المهم احنا نزلناها 425. إذا كان ما نضحكش عليه. طيب نطلع الفردة دي بقى إزاي؟ أول حاجة لازم يبقى معاك صابون تحط على الإيه؟ على الأطراف ده. المفروض بخاخة بقى وتحط بسيط كده، بس احنا يعني بما ان مفيش بخاخة فاحنا هنستخدم اليد. لف يا هندسة، دي بقى بتساعد ان الايه؟ ان الدنيا تبقى سهل. وبما اننا زفلطناها كده نبدا ايه؟ نبدا بعد كده ايه؟ ندخل دي تحت حبيبي كده شويه برجلك الحلوه دي، كل ما بتنزلها تحت، كل ما نزلنا تحت من هنا كده من قبل كده وبنزلها تحت جامد، مش للدرجه يعني عشان انا هخليها تسحب معايا اهو، ده مجرد سناده بس كده. امسك كده يا حبيبي يا واحد وشيل خلاص. Thank you.
كده يا حبيبي. تك على الكاوتش. امسك الحاجة في ايدك. ماشي. ادي طارق اتخلعت من الايه؟ وفيها بقايا المادة اللي قبل كده اهي. شايفها يا مساعد؟ ماشي يا مساعد. نسيبها بمادتها ديت كده. نيجي على ديت. المفروض ننظف الايه؟ ننظف الجنط من هنا كده. طبعا كل مكان ده نضيف من نقطع مع الخردة الجديدة. بص كده اهو هتلاقي الحتت ايه نطفت خلاص اهيت تبقت نظيفه اهي. سيبك من اللي هنا ده مش مشكله. بنتكلم على الحرف ده اهو والحرف ده اهو. ليه؟ عشان لو في اي خشنه بترفع الكاوتش يقوم يحصل ان هوا يعدي من ما بينه. طبعا بقول لك الكاوتش المفروض يتغير كل سنتين وان هو له تاريخ صنعي وقصه كبيره. انما احنا بصراحه ما خدناش في الكلام ده. فتح حبيبي. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نقص الجنب ده اهو. صابون برد. ليه؟ عشان يزحلق كده. يا ابني وقعت الصابون على الارض. ها؟ ماشي. ينفع كده؟ يعني انت بتعمل كل المشاكل وتوقع الصابون وترجع ايه؟ تقول انا اسف. اعمل ايه باسفك بقى؟ ادي المساعد بتاعي يا جماعه. هو ده المساعد بتاعي. يعني بدل ما تساعدني بتعطلني. الصراحه انا اللي وقعت صابونه كمان ببلع عليه دلوقتي فما تاخدوش يعني. هنقلب بقى احنا عملنا كده اهو. وايه؟ امسك مع رجلك يا حبيبي. طبعا لولا المساعد بتاعي تكه مساعد من عندي. وابرك لك كده يا حبيبي. خد من الحرف من هنا يا حبيبي وانت ماشي كده. ايوه صور يا حبيبي اللي انت بتعمله. صور. تمام. ركبت المساعد؟ ركبت.
ماشي. عبي لك المادة هنا ولا تعبها تحت؟ لا عبيها هنا وننفخ هنا. ماشي اوكي. ساعات انا ساعات كده بيقول حاجات يعني بتبقى كويس. اهو هنبدأ دلوقتي. ها الجح على مين يا ابني؟ تك على البتاع لتحت. ماشي تك على الفرد لتحت كده. انت لما بتتك عليها لتحت تقوم هي تدي طول هنا. تدي ايه؟ طول. طول. امسك دي كده يا حبيبي. اصبر عليه. ايوه حبيبي. انت كده مش هتشوف حاجه طبعا. اوعى. اكيد. ما بتصور ايه بقى؟ امسك دي كده اهو. امسك كده. مثل الطف ده. دلوقتي احنا فتحنا اهو. ازاي الاجن ازاي وحطت حديده وفتحنا الجنب ده بحيث نحط بقى الايه الماده اهي. وهنفتح دلوقتي الكيس بتاع الكاوتش كده اهو. اهي ده كيس كاوتش لما بيبقى موجود على الماده بيطلع الحتت الصغيره دي بتطلع تسد اي فتحه والماده تقوم جايه ايه لازقه دي عشان تملى يعني الفراغات الكبيره لو في فراغات. طبعا واحد هيقول لك يا عم بلاش وجع الدماغ ما تاخدها وتروح لواحد يعملها لك. انا بحس بسعاده لما بعمل حاجه بنفسي طالما اقدر اعملها بعملها ببقى فرحان وانا بعملها لما بتنجح معايا وبعملها انا ببقى سعيد وفرحان. ف ما بحرمش نفسي من اللحظه دي. عايز انت تروح للراجل يعملها لك روح ما تتفرجش على الفيلم ده بس برضه خد فكره عن اللي بيحصل عشان الراجل ايه ما يعملش حاجه غلط قدامك وتعدي عليك كده. لان في ناس بيروحوا بفرد سليمه يعملوها والراجل نفسه هو اللي بيدبسها. راح بخرم يعمل له 50 خرم. اهو مساعد. شوربه مية مية. خليك ماسك.
ونبدأ بقى بكل أريحية. نشيل العدة بتاعتنا دي، خليك ماسك المساعد زي ما انت ما تلفهاش. ضغطة بسيطة كده ما تمالهاش. هنبدأ ايه بعد كده؟ ما تنفخ خير عشان ما تنفخ. هات يا حبيبي. دلوقتي هنبدأ، احنا ركبناها ونبدأ ننفخها بقى. اديت الفردة بعد ما ركبت اهي، جربتها حاجة ايه تمام اهو. حد بس يقول لي سعر الفردة ديت كام؟ ان في حد بيقول لي ده انت اتنصب عليك فيه. ديت كندة يا ريت تدعمنا على حساب باترون الخاص بالقناة، الرابط بتاع حساب باترون موجود أسفل صندوق الوصف. كمان في مدونة إلكترونية للقناة، ادخل على المدونة مش هتندم إنك دخلت، لأن فيها موضوعات متنوعة جدا وهتعجبك جدا جدا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تكر زرار الجرس لو انت مشترك جديد عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها جديدة. قناة الموسوعة خاصة، قناة الموسوعة قناة شاملة لكل افراد الاسرة، فيها فيديوهات عن كل الامور الحياتية، الطفل هيستفاد منها، الشاب هيستفاد منها، الاشخاص البالغة تستفاد منها. فيها فيديوهات تعليمية، فيها فيديوهات عن الزراعة، فيديوهات عن المطبخ، فيديوهات عن الصحة، فيديوهات عن التعليم، فيديوهات عن الدعم النفسي والتنمية البشرية، فيديوهات عن العلاقات الأسرية. فيها قائمة للمنوعات، حاجات هتعجبك جدا، حاجات كوميدي وحاجات للترفيه. فيها فيديوهات عن الصيانة، من أهم الفيديوهات الموجودة في القناة واللي بتميز القناة، الصيانة بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة الإلكترونية وصيانة الأجهزة الميكانيكية. قناة متنوعة وهتعجبك جدا إن شاء الله، وإن شاء الله هتساعدك في حل بعض المشاكل اللي بتواجهك في حياتك. يا ريت ما كنش ضغط تقيل على قلبكم، ما كنش وجعت لكم دماغكم، واستحملونا. يلا سلام.